يعني لفت حقيقة من خلال كلام مع أخينا الكبير الشيخ هيثم، هو يحطني شيخ أنا ما أدري، يعني يكبرني ما مشكلة، حط اللي تبغاه. الله يحفظك، الله يزكيك. في لفتة أنا أود يعني يتنبه لها الدعاء، نعم، يتجولون يعني وبخاصة في أفريقيا ولعل في دول أخرى أيضا، نعم، إنه ليس من الحكمة دائما التصريح في الأماكن التي يقبل أناس فيها أو قرى قد الإسلام، لأن هنالك من يتصيد هؤلاء ويشن حملات خاصة للتنصير إن كانوا أصلا نصارى، نعم، أو قاديانية يأتوا يريدوا يستفيدوا أو يستغلوا هؤلاء اللي هم حديثي عهد بالإسلام، نعم، ويفتح أعين هؤلاء من الرافضة والقاديانية وأعداء الإسلام. فليس من الحكمة دائما تصريح بالمواطن التي ذهب الإنسان إليها أو رأى في هذا الإقبال، ويتواصى مع الإخوة أهل تلك البلاد، وهم الحقيقة نقولها شهادة حق الله فيه من إخوان الأفارقة الكثير ممن لهم جهود عظيمة، بل نحن حقيقة ما نصنع شيء، أنا أقولها يعني صراحة، إنما نتعاون مع الإخوة وهم يحبون شيء اللي يسمونه العرب، يعتبرون كل عربي هو قائد من مكة، فهم يأتونه بحكم الأوضاع المادية والفقر الشديد والطبقية والوثنية وما عندهم من دل لكبرائهم ذو الاستعباد. أنا لم أرى في حياتي من يسجد سجودا كاملا لإنس عيانا إلا في تلك المواقع، سجود كامل، فهم الإسلام أن يرفعهم من هذا الظلم، فتجد فيه الإخبار لما يقول هؤلاء جاءوا من مكة لأجلنا ونحن لا شيء، فهذا وحده الكلام اللي من يسمع والله له الأثر العظيم في إقبال الناس الإسلام. فقد وجودك أنت مسلم تقف هكذا، بس يجدوا عربي جاء من مكة كما يقولون وجاء إلينا، من نحن حتى يأتي إلينا هذا؟ أنا واحد لي يقول أنت من قريش، الله نعم. والله هذه النظرة في هذه النظرة أيضا رأيت هذه المرة في بنين، ذهبنا إلى قرية واحدة تمشي وتنادي، أقول أخ ماذا تقول؟ تقول جاءوا البيض. البيض عندهم سواء يعني أوروبيين أو أمريكان أو من العرب أو من غيرهم من غيرهم. وكذلك في مدغشقر، في ملاوي، كذلك ينظرون نظرة لمن يأتي إليهم من الخارج ويصغون إليه. فلنكن نحن المسلمين الذين أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم الذين نذهب، وحتى يكون هذا الإصغاء من هؤلاء الناس إلى دين الإسلام بدل أن يكون الإصغاء إلى الأديان الباطلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. يا رب يا رب، جزاك الله خير، الله يرحم والديك. يا شيخ، أحيانا يعني تنبيه واحد حتى لو بالتعريض عن بعض المناطق حتى أخواننا يتشجعوا يعني للدعوة إلى الإقبال، هذا لا شك، نعم، تعريفهم بالدعوة، معرفة حال المدعو، أشياء الشيخ الآن أهل الباطن نسرع في السلام يعني تعاون ينشر مقاطع لهذه المناطق، بس الله يتقبل يا رب. آمين آمين، حفظك الله، شكرا.